في كده كلام متداول انه ممكن يرجع ينضم تاني لمنتخب مصر، وكابتن حسام حسن هيكلمه. ده اكيد اكيد النهارده باذن الله هيكلمه، ده خبر اكيد. بقولك اكيد النهارده بعد الماتش باذن الله. انا جات يعني مش والله العظيم مصاب، مش بكلمك عشان حاجه والله، بس انا يعني حاجات بتجيلي حاجات كده تملي بتخليني مثلا ابقى شايفه بدري شويه يعني، تمام كلامي. لكن طبعا يعني كابتن حسام حسن يعني مفيش مشكله بينه وبين محمد او بين اي لعيب. كابتن حسام راجل لاعب دولي، لاعب احترف، مدرب كبير، يعني عنده اصرار انه يعمل حاجه، ربنا يكرمهم بالفضل. كابتن ناصر يعني عرفنا يعني الجانب الانساني لمحمد او الجانب الاجتماعي لمحمد، عرفنا محمد يعني له حاجات كده ما بيحبش يتكلم فيها يعني. طبعا منها طبعا مثلا من شويه عمل خير كتير، ومساهمه في زواج فتيات وتجهيز عرائس والكلام ده كله. ربنا ربي يجعله في ميزان حسناته ويبارك لك فيه، وان شاء الله نشوف محمد النني النجم المسطع دايما ان شاء الله. شكرا لك كابتن ناصر.